حفل تكريمي لشركات الإعلانات في لبنان. للسنة التاسعة على التوالي أقامت شركة كريستال فيستيفال مهرجانها في لبنان، وقد جمع عددا من المعلنين وشركات الإعلانات ووسائل إعلامية من الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، اختير خلاله أفضل الإعلانات في مجالات عدة، منها الإعلانات التلفزيونية والإذاعية وفي الصحف أيضا. وقد تسلمت الشركات الفائزة درع الشركة تكريما لعطاءاتها كل في مجاله. And welcome all of you, especially foreigners who made it here tonight. In Lebanon, we challenge all for our talent, creativity and will. كذلك انتخب رجل الأعمال اللبناني بطرس بطرس نائب رئيس أول العلاقات الإعلامية في شركة طيران الإمارات ماركتينج مان أوف ذا يير.